أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي لا تتكبروا، كما قال تعالى عن قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي لا تتكبر؟ هذا هو ما ذكرنا، لا تفرح يعني لا تبطر وتتكبر وتعجب بنفسك. نعم.